القيام بما يجب القيام به في هذه اللحظة. الكرة كابيتال قبل هذه أنا نظن لاعب طايدر ما مدش كرة قوية للأمام، كان قادر يمدها وقلبه نتمناه إن شاء الله. تمريرة ذكية ويترك الحارس إندانوفيتش واقف متفرج متتبع للكرة فقط بعينيه، وهدف أول للمنتخب الوطني في هذه اللحظات الأخيرة من الوقت البديل. إذن هدف أول للمنتخب الوطني، نقدر نقول هدف مستحق بالنظر إلى الفرص التي لم تكن كثيرة لكنها ضاعت من عناصر المنتخب الوطني. شوف مباراة كما هذه مفاتيح الفوز هي الكرة الثابتة، هذه الكرة هذه ضربها بقوة وخاصة الداخلية الأمام. أنا نقول لك بون تايمينغ تاع اللاعب السوداني يطلب الكرة والكرة داخلية، شوف الكرة كيف دخلت، لو بون تايمينغ تاع اللاعب السوداني. هنا كنا تكلمنا على التركيز قبل الكرة، التركيز مطلوب بالكرات الثابتة خاصة اللاعب اللي ينفذ الكرة. هلال السوداني يمضي هدفه رقم 10 مع المنتخب الوطني.